السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم اليوم حصلت هدية من اللعبة نفسها. خلنا نشوف هذه بمناسبة رأس السنة. أعطوني هذا السنايبر. بس مقبولة. والحين نقربها ان شاء الله. نشوف، خلني اعدل هذا. وعندي شيء لها، راح احط الشاقن. راح نقرب هذا السنايبر الجديد في نيك تاون مرة ثانية ونشوف مدى قوة هذا السلاح. اوه ما شاء الله، ثقيلة شوي بس يلا نقرب. اول شيء انا ليش بالسنايبر الجديد كلهم يستخدموها، ومرة بطيء لكن برو اتمنى لو هي شوية سريعة بس ولا هي. اوه سمعتوا الصوت تبعها. او ماي جاد، روح بغير شيء هنا سريع. يلا يلا يلا، وين سكوب؟ ما عندي سكوب. يعني السكوب هو الشيء اللي يخليها بطيء زيادة. بطيء مرة. يا سلام، المرتبة الأخيرة. مرة بطيئة، مرة 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 مرة. سترايك سترايك سترايك. يا الله. قتلته؟ لا. وات هيت ماركر. في اثنين. لا يا عم، لا 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 مرة بطيئة والله ما. بس بحاول، ما علينا ما علينا، بحاول. في واحد هنا. وفين؟ يلا يلا. مرة بطيئة. قاعد اخرج من هنا. نروح شوف شوف شوف. قتله سهل.
يا حلال شفت ماله انا هذه اعتبروها هدية براس السنة. هذه مش هدية، هذه مقبلهاش هدية ابدا. مرة بطيء. بس الحلو فيها انه ما يعشق مرتين كل طلقة. يا سلام، حرام، ماذا حرام. شفت 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 في واحد هنا. في واحد هنا ما ادري هنا. ثقيل ثقيل مرة. عرفت ان في واحد بس. شفت كيف يقتل. تستحق الرجال. تستعملها. اوه نو، خاب ظني في هذا السلاح. انا شوف شوف كيف سريع. هذا الشيء اللي احتاجه انا، هذا الشيء اللي احتاجه. بس بايش نعمل؟ انصحكم لحد يقربها ولا حد ياخذها. بطيء مرة.